مر معنا سابقا حديث يتعلق بالنار وأن النبي صلى الله عليه وسلم لما وعظ النساء قال إني أريتكن أكثر أهل النار، إني أريتكن أكثر أهل النار. لما قال ذلك عليه الصلاة والسلام قال له بعض النساء بما ذلك يا رسول الله، ما السبب؟ وذكرت أن من مجموع الأحاديث التي وردت في هذا الباب ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أربعة أسباب، ونصحت المرأة أن تحرص على معرفتها لاتقائها لأنها أسباب موجبة للنار، ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام للنساء لما سألنه بما ذلك، فذكر أربعة أمور: تكثرن اللعن، وتكفرن العشير، وتكفرن العشير، وتكثرن الشكات أو الشكاية، وأيضا تسوفن الخير، تسوفن الخير. هذه أمور أربعة، هذه أمور أربعة موجبة للنار، ينبغي على المرأة أن تحرص على اتقائها. وهناك أمور أربعة موجبات لدخول الجنة، ينبغي على المرأة أن تحرص عليها. هناك أمور أربعة ينبغي على المرأة أن تحرص عليها موجبة لدخول الجنة، جمعها النبي عليه الصلاة والسلام للمرأة في حديث واحد، جمعها للمرأة في حديث واحد، فقال عليه الصلاة والسلام: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت بعلها قيل لها يوم القيامة أدخل الجنة من أي أبوابها شئت، قيل لها يوم القيامة أدخل الجنة من أي أبوابها شئت. فهذه أربع وأربع، أربع موجبات وأربع موجبات، أربع تتعلق بالنار وأربع تتعلق بالجنة، ينبغي خاصة هذه الأمور الأربعة التي تتعلق بالنار والأربعة التي تتعلق بالجنة أن تكون من أولى أولويات اهتمامات المرأة، وأن تحرص عليها أشد الحرص لتكون بذلك ناصحة لنفسها، آخذة بأسباب نجاتها وفوزها ودخولها جنات النعيم. نسأل الله عز وجل أن يوفق نساء المسلمين لكل خير، وأن يعيذهن من كل شر بمنه وكرمه سبحانه وتعالى.